كابتن بلال الف مبروك وعقبال العشرة ان شاء الله. الله يبارك فيك يا كابتن ايمن. طبعا يعني الحمد لله طبعا نتيجة المباراتين والأداء في المباراتين هو الأهلي الأفضل، الأهلي استحق يعني عن جدارة أنه يصل للمباراة النهائية. الشوط الأول اللي كان بيتلعب في تونس الأهلي كان أفضل بكتير جدا وخرجنا بنتيجة 1-0 لينا، هنا المباراة 3-0 زي ما قال الكابتن هاني من شوية أن كان في نقطة تحول كنا محتاجينها فعلا في الماتش، هي ركلة الجزاء والكارت الأحمر وخلاص. وكابتن علي يمكن قال يعني والأهلي بيلعب زيادة لعيب صعب جدا 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 أن أنت تدخل معاه في الجيم، صعب جدا جدا أن أنت تنافسه. أداء رائع جدا، المفترض أن النتيجة ما تنتهيش ب 3-0، المفروض أن هي تنتهي 5 و6-0. النهاردة فرص كثيرة جدا جدا، النادي الأهلي كان ممكن نعمل يعني سكور تاريخي، طبعا تاريخي، كان ممكن النهاردة تروح ل 6-0 أو 7-0 قول زي ما أنت عايز تقول، خاصة أن كمان لعيبة الترجي بقى عندهم حالة من الاستسلام الغير عادي في يعني في نهاية في آخر تلت ساعة. مزبوط. هم مستسلمين جدا، هم عايزين بس يخرجوا الكرة من منطقة الجزاء خلاص ويشتتوها وترجع للنادي الأهلي تاني بس ما يبقاش في خطورة عليهم. لا يعني ده هم إحساسي جالهم وقت من الأوقات عايزين الماتش يخلص بالظبط، عايزين الحكم يصفر خلاص. انت 3-0 ومفيش ومطرود منهم لعيب وانت مسيطر وبتضيع وبتروح وبتعمل كل حاجة في الكرة، فبالتالي الفرق اللي قدامك هم كمان بدنيا وقعوا خلاص بدني، هم وقعوا بدني، فالفرقه اللي تقع بدني وهم فنيا خلاص ومغلوب فنيا كمان وقعوا ومغلوبين 3-0 مش هتنتظر منها اي حاجه. مظبوط. الرساله اللي بنقولها وبنوضحها يعني انت اي فرقه يعني تتغلب عليك احنا نكسبها، احنا النادي الاهلي نكسبها يعني. مزبوط. يعني اي فرقه تصعب على اي فرقه ثانيه الاهلي ممكن يكسبها. طبعا يعني احنا مش سهل انت على فكره بلبل، انت مش سهل برضه. ليه بس؟ خلينا نقرا بس ما بين السطور يعني، الناس اللي كان زي ما انت عايز نقرا ما بين السطور يعني، الكلام ده اللي بيعرف يقرا انا عارف. فلا الاهلي يستحق عن جداره طبعا، مبروك للنادي الاهلي ونتمنى ان شاء الله يوم 17 ده اذا اتلعبت المباراه في 17 ان شاء الله يعني نتوج بالعشره. وانا بشوف يعني في حاجات كده في الطريق يعني بتوحي لك ان القادم افضل يعني. أيوة. انت عارف وانت ماشي كده بتلاقي في تعثر هنا، ربنا يوفقك هنا، في حظ هنا، في توفيق الحته دي، العشرة جاية ربنا بيكرمك، بتحس يا كابتن ان انت داخل على البطوله فعلا. العشرة جاية ان شاء الله، اتمنى باذن الله.